استنى شكلها محل. عقبال الكنوبه كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح انا بقيت كرشك بره. يا رب يا لم. نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا. يا بنت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء. خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد. وليد؟ وليد يا لمبي اسمه توليد. يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه. انا حاسس ان المره دي في امل كده. يا رب. ابو عمر يا رب. سبحان الله. خير يا دكتور. الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص. ليه يعني؟ ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزه واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص، العيب مش فيك. امال فيه؟ ولا العيب فيك. امال العيب فيك؟ الحقيقه انت سليم وهي سليمه، بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف، وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف، انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض؟ ده راي الطب. نو هو مفيش امل. الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب. على فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني. بلا عيال بلا عرف. بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت على تكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها. تباتة. أنا نفسي أخلف يا لب. نفسي في عيل، عايزة عيل. وأنا أهم عايز تكييف. وأنا كمان عايز عيلة نوجة. يا بنت عبيطة، احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين. وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة. لأن فاضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه في ناس بتقعد بال 30 و40 سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. أنا مش عارف ليه. إيه؟ خلاص بقى. واقف بقى. انت حتى التنكي من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه. البسي. طيب البسي. هات ده حمص الشام. ها كنجت. ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرني المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل. ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات. يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين. كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده. مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك. وريني وشك كده. ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده. حاجه محترمه. فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صورة رئيس عصابة. اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابة. ايه حاجة مهابة. ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجة. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي. المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي. الجلسة باقي عليها ربع ساعة. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والديتيلز.
بتقول ايه؟ التفاصيل والتتلز. هو هيتكلم جوه ده. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الاراضي وتترافع، ما تخافش وما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. ضيع عليك، انت محامي، انت ما انت ما عارفش انك محامي. انا عارف، بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه طربوشه اهو، على اساس انه راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك ولدي، حيضيع منك. عين عليك يا ولدي، قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسة. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. احنا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعملني في مفاجأة هنا ولا ايه؟ ابوس يدك. ابوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ما تفضحنيش. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب هو قتله ازاي؟ يا رب سكينه. ضرب في السكينة في حنكه؟ أيوة حاضر أهو. شران لبقه؟ يعني إيه شران لبقه دي؟ جون حنجل. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في الليل. إيه يا أستاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم أحمد الحاجب، إن طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسع يا أستاذ. طعنة ناهية يا أستاذ. طعنة دالية يا أستاذ. أنت مش فاهم حاجة ولا إيه؟ أمال إيه؟ عرقبه ولا إيه؟ يا أستاذ أنت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ إنك اللي غزو؟ أنت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. أنت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس، إن طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت أنهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت أنهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له أجازة ولا إيه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة انا مش محامي. نعم يا اخويا. لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك، انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فالاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك ايه؟ هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تأجيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. وحياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها، هتقولها يعني، انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالا بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي،
يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها اما طعم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموله السوداني. يا شيخ انت هتمس عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده شفت ساعات المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط. يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه هو طالع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى قاعد في النص انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول ما اصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي هي مش عايز كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا كده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا كده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي انحلوا بايه؟ السكر غالي وانحلوا بايه؟ انا بنت على الركب السكر غالي والسكر غالي وانحلوا بإيه؟ والسكر غالي وانحلوا بإيه؟ والسكر غالي والسكر غالي. هنشوف بقى ده بص 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 طب ما بحبش البرتقال. بحبش ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك. عندك كل حاجة عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجالي اهي. خش ايز. وادي البروفة خلي